ماذا يصنع الناس هنا؟ طعم نوكم بونتوا واي نطيني. يضعون ماذا؟ طابع واي. يضعون الطعام. بوكي دا جمناي. لمن؟ شمبولنا. للأصنام. شمبول بريه. هل هي تأكل؟ تا كي بريه نصي دارته. تشرب. حق دارته. تسمع. استقبلي دارته. كيف أناس يعني مثقفين درسوا العلم ويعبدوا أحجار؟ هل ما يبان جيم منو دار شراب ولا دار جبن دار ينصوت أو غروب بريه؟ حجر. هم يصنعوا هذا الحجر. بوكي ضمن ما بوكي تيجي نقدر تفوت ما نلعب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان في زمنه أناس يعبدون الأصنام. لو كنوم زماي كانوا باقات منو تبقي غروب بريه. يصنعوا أصنام كثيرة. بوكي بانتفوت بريه تجرام. ويعبدوها. هاي غروب تجم بوكي. وضعوا لها طعاما كثيرا. هاي بدأت تملي أحد جرام زمرة برهنو. وخرجوا وتركوها. هاي قبان تين هاي قطب تملي أحد جرام. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكسر كل هذه الأصنام. نبي إبراهيم بان مطال قد قبان كم تكتن أه برهنو. إلا أكبر سنم. لك لين تاي بريه دا توم جنكي بمفضل تينو. لم يكسر. قد من بان كم تكتن لاي. رجع الناس. وقالوا من فعل هذا بالآلهة بالأصنام؟ هاي كمان سوقي تطلع نادي نقدر بنتفوه ملبيه رباه جميل. فقالوا بوكي كمان هذا الذي فعل لابد أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بوكي كمان نقدر تروتفوه نقدر بنتفوه لي بقاطع إبراهيم عليه السلام. فقالوا له من فعل هذا؟ فقالوا بوكي كمان هذا باي ما جي عين تفوه. قال الذي فعل هذا هو هذا الصنم الكبير هو الذي كسر. إبراهيم وبان شلاته بنتا نعدال بان فوق ركاكم تك بريه تقانو كل أبريه دمو يتفونه. آلهة لا تتكلم. بريه رباه مجاكي من آني جيبان. إله ضعيف كيف يكون إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. مجاكي تنقصي هذا باي ما تجين جير لابد أن نتنبه، لابد أن نعقل، لابد أن نفهم أن هذا صنم حجر لا يضر ولا ينفع. جنتراو تاي بروم بريات، جنتراو تاي كت أبان تران بيبرو هام بريات نو من آج بران بطاب حابجات هاي قوم من آج تبير أجين تروتنا بالاي.